بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الهادي إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم الاثنين الموافق 15/10/2020 من مجزر البساتين تم تحميل 18 طن إلى المديريات الآتية: مديرية أوقاف القاهرة 3 طن، الجيزة 4 طن، الفيوم 4 طن، بني سويف 4 طن، مرسى مطروح 3 طن، ومع كل سيارة من هذه السيارات مفتش عام من تفتيش عام الوزارة، وذلك لتوصيلها إلى السيد وكيل الوزارة بالمديريات السابقة، ولذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.